أشغال إعادة بناء فندق لينكون المعلمة التاريخية تدخل في مرحلتها الثانية بعد تأمين الواجهات والحفاظ على الخصوصية المعمارية والتراثية لهذه الذاكرة البيضاوية. تقدم الأشغال وصلت لواحد النسبة ديال 65% ديال المرحلة الأولى، وبدينا المرحلة الأخرى اللي هي نقوموا بالتراسمون اللي خدامين فيهم دابا. وصلنا لواحد المرحلة تقريبا ديال واحد 50% من الاشغال. درنا دي ماركور اللي كنراقبوهم بواحد السيستيم ديال المونيتورينغ، اللي هو واحد المنظومه استباقيه ديال التحركات ديال لي فاساد ديال المشروع وكاع لي فاساد اللي حدا المشروع، وغادي يتم الترميم ديالهم. نون سولمو يعني فوق الترميم غادي يتم الاستنساخ ديالهم. إعادة الروح لهذه الأيقونة المعمارية التي شيدت سنة 1917 ستساهم في استعادة الرونق الأصيل للبناية مع المحافظة على الجمالية الأسطورية للواجهة، إلى جانب خلق قطب ترفيهي وسياحي بقلب شارع محمد الخامس الشهير بفنه المعماري أرديكو. هذا المشروع هو بالنسبة لنا واحد المشروع مهم، لأن حتى من الأبعاد الاستثمارية ولا الاقتصادية ديالو هو فيه بواحد البعد إنساني وتاريخي مهم. التصميم الجديد للفندق في سنة 2025 حفاظ على معالمه التراثية المعمارية وتجديد في هيكله الداخلي، فالمعلمة تشكل جزءا من هوية وتاريخ العاصمة الاقتصادية.